برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة أن 4 يناير 2023 تم طرح شهادة أجل سنة بسعر فايدة سنوي 22.5% بتصرف العائد شهرية و25% بيصرف مع نهاية أجلها. وغدا الجمعة أول استحقاق لشهادة 25%. هل سيتم طرح البنوك شهادة جديدة وهل ستستعد البنوك لاستقبال شهادة جديدة أو إيداع أول استحقاق للشهادة؟ عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الخبر، عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا على الهاتف الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستثمارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية. صباح الخير يا دكتور أحمد. صباح الخير يا فندم، مع حضرتك وعشر المشاهدين، أهلا بكم. صباح الخير. يعني يا دكتور، عاوزين نعرف حجم العوائد للشهادات الادخارية ذات ال 25%. طب خلينا بس نوضح نقطة مهمة، هي الحجم الحصيلة تحديدا بتاعت الشهادات ال 25% خلال الفترة المقبلة العام الماضي طبعا تجاوزت ال 500 مليار تحديدا. طيب ودي تقريبا بتمثل حوالي 5.5% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري. طب الفكره كلها ان خلنا خلاص على بدايه استحقاق اول الشهادات خلال الايام المقبله، اعتبارا طبعا من بعد الغد يعني، تمام، او هنقول مع بدايه اول يوم عمل اللي هو هيكون يوم الاثنين المقبل باذن الله تعالى. وبالتالي هنا هيبتدي العملاء قدامهم بديل من اثنين، في حاله ان البنوك ابتدت انها تجدد شهادات 25%، وبالتالي هنا العملاء ممكن يتعاملوا عليها. طب في حاله ان ما تمش تجديد الشهادات ديت بتهنا، هنا يبقى قدام العملاء بدائل كتير يا فندم. اولها الشهادات المطروحه حاليا في القطاع المصرفي المصري، بنتكلم في شهادات تقريبا معدل العائد بتاعها 22%، او يبتدوا يتعاملوا مع الاوراق الادخاريه المختلفه وصناديق الاستثمار اللي موجوده في البنوك حاليا. طب يا دكتور، يعني مع ارتفاع معدلات التضخم هناك راي في الشارع المصري وما بين المصريين بيقول انه في احتماليه انه يكون في شهادات بفايده اعلى من 25%، هل متوقع خلال الفتره اللي جايه نشوف شهادات اعلى من 25%؟ خلينا اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا يا فندم، احنا معدل التضخم بنتكلم في 35.8% تقريبا، وبالتالي هنا انا البنوك عشان تبتدي تدخل تعمل شهادات باعلى من 25% وريفر، يعني هو رقم العائد هيكون في كام، مش هيقدر يواجه حجم التضخم او رقم التضخم اللي موجود. وكمان في نقطه ثانيه، ان انا عشان اقول ان البنوك دلوقتي بتطلع شهادات بمعدل عائد اكتر من 25% كما يعني يتراءى للبعض يتجاوز ال 30% مثلا على سبيل المثال، بالتالي هنا البنوك دي هتمنح ائتمان للعملاء بكام، هتجيب استثمارات بكام، وبالتالي هنا هيكون معدل عائد مرتفع جدا، هيكون تكلفه الاموال مرتفعه جدا على البنوك، وبالتالي هيكون في اشكاليه مقابل الامر دوت بالنسبه للبنوك. انا ارى ان تكلفه الاموال في الفتره الحاليه هتكون عاليه جدا، ده نمره واحد. نمره اثنين، تجديد الشهادات وارد جدا ان هو يحصل في السوق، معدل شهادات بمعدل عائد مرتفع صعب يكون موجود في الفتره الحاليه، لان مهما رفعنا معدلات العائد هيكون معدل العائد مقابل التضخم سلبي يا فندم وليس ايجابي. فاخرنا 25% يعني بمعنى تقريبا في الحدود دي، ده في ضوء طبعا توقعاتنا. دكتور، يعني بعد استرداد العملاء هذه المبالغ، يعني ايه مقترح لامتصاص السيوله؟ امتصاص السيوله طبعا، هو امتصاص السيوله امر مهم جدا، لان احنا لو سيبنا السيوله في السوق دي هتؤدي الى مزيد من التضخم، خلينا نبقى بس متاكدين مع بعض النقطه دي. وبالتالي هنا احنا انا شايف ان ابرز الحلول زي ما قلنا هيكون تجديد الشهاده، ده نمره واحد. نمره اثنين، في بدائل اخرى موجوده في السوق، في صناديق الاستثمار بتدي معدل عائد طبعا من خلال البنوك يعني مش قليل، يعني بحدود 22%. في عندنا الشهادات اللي موجوده برضو اللي هي 20% و19 و17 اللي هي متدرجه الاستحقاق على 3 سنين. في بعض الاوعيه الادخاريه اللي ممكن تحقق عائد تراكمي، في بعض البنوك ابتدت تنزلها. ولكن خلينا نبص الاول قبل ما نقول ايه اللي ممكن العملاء بيعملوه، هو اصلا الكالتشر بتاع العميل نفسه اللي راح يحط في شهادات 25% ده بيتعامل مع زيرو ريسك يا فندم، مش عايز مخاطر. وبالتالي ان هو عشان يخرج بره ثقافه البنوك اللي هي زيرو مخاطر، هيتعامل في اسواق كتير، مثلا على سبيل المثال ممكن يتعامل في بورصه، مثلا ممكن يتعامل في ذهب، وهنا هيبقى في مخاطر. وهنا السؤال، هل العميل قادر على تحمل مخاطر ولا لا؟ وبالتالي هنا بناء على طبيعه العميل وقدرته على تحمل المخاطر، هنا نقدر نغير ونتكلم في ثقافه ثانيه، في ادوات استثمار ثانيه، اوعيه ادخاريه ثانيه. طب يا دكتور، يعني الحقيقه مع ارتفاع معدلات التضخم ومع الازمات اللي بتواجهها مصر خلال الفتره الاخيره، وتحس انه الشعب المصري بقى عنده وعي كبير جدا بالمصطلحات الخاصه بالاقتصاد،
لكن مع متابعتنا للأخبار بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة بنسمع دايما مصطلح وهو صناديق الاستثمار. يعني إيه صناديق الاستثمار وإيه أهميتها في الفترة القادمة لمواجهة التحديات اللي بتواجهها مصر في الاقتصاد المصري؟ خلينا نوضح، صندوق الاستثمار ده عبارة عن بول أو يعني محفظة بنجمع فيها الأموال ونبتدي من خلالها ناخد بقى الأموال دي ونستثمر في الأدوات أو الأوراق المالية اللي موجودة في البورصة، بمعنى الأسهم، السندات، الأذون، السكوك، كل دي أدوات موجودة. طيب بقى مختلف أنواعها طبعا، لأن كل أداة من الأدوات دي لها أنواع مختلفة. وبالتالي هنا أنا لما هاجي أنا كمودع بقى في البنك ببتدي أتعامل مع صناديق الاستثمار، أنا هنا عملت حاجتين. أولا أنا ابتديت أدي للبنك أوعية يعني حجم ودائع، البنك ابتدى يشتغل لها في صناديق الاستثمار اللي هي في نفس الوقت دي بقى الحاجة التانية بتروح تنشط في الأدوات المالية اللي موجودة في البورصة، وبالتالي احنا هنا بننشط سوق البورصة، يعني نشطنا القطاع المصرفي وفي نفس الوقت يعني هي الدايرة البورصة. هي الدايرة في موضوع صندوق الاستثمار ده بتبدأ من العميل بيحط من فلوس في البنك للبنك. فالبنك بيستخدم هذه الفلوس في مشاريع بتخدم الدولة في بشكل كبير، المشروعات أو الشركات اللي موجودة جوه البورصة يا فندم. بالظبط. فالدايرة محلية أو عالمية، العميل كل ما يحط كل ما الاقتصاد ينتعش أكتر وأكتر. طبعا يا فندم طبعا، لأن الشركات دي جزء من الاقتصاد المصري والبورصة جوه الاقتصاد المصري، فهي كلها دايرة كلها فندم. البنوك نفسها حتى ما بتمنح ائتمان للعملاء، بتمنح ائتمان للعملاء اللي موجودة جوه الشركات اللي موجودة جوه الاقتصاد المصري، وبالتالي هنا الدايرة كاملة بتشجع على تحقيق معدلات نمو. لأن أنا شايف برضو حاجة مهمة جدا، إن البنوك ابتدت الفترة اللي فاتت دي تثبت في أسعار الفايدة، تثبيت أسعار الفايدة فندم، لأن إحنا ابتدينا دلوقتي إحنا عايزين نكمل في معدلات النمو اللي إحنا فيها، ودي كانت من الأدوات أو السياسة النقدية اللي ساعدت في إن إحنا نكمل ونحقق معدل نمو انخفض نسبيا، ولكن مقارنة بالدول اللي حوالينا لا، معدل نمو مرتفع. دكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا يا دكتور.